قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا فَإِنَّ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولم ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب
كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل
ويتعلمون ما يقولون
كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين
فأينما تولوا فتولوا
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي شفاعة ولا هم
كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل وَمِن ذُرِّيَّتِنَا
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولكم ما كسبتم ولكم
كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.